مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه، وها هي انطلاقه جديده من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الاثاره. وشوطنا هنا المنطلق هو الشوط التاسع في مجموع الاشواط، وشوطنا التاسع الخاص بالحجايج البكار، هنا ايضا بشعارات ابناء القبائل في هذا المهرجان، مهرجان سيدي ولي عهد دبي، المنطلق على ارضيه هذا الميدان باول ايامه في نسخته الرابعه. لنا هنا المتابعه في هذا الشوط، نتابع الصداره، نتابع المقدمه، هنا تاتي الشاهينيه احمد بن سعيد بن مكتوم لينيبي، بينما المركز الثاني عجايب محمد بن سيف بن سالم الشامسي تاتينا على المركز الثاني والمركز الثالث، المركز الثالث والمنطلقه هناك تاتينا شياطين سعيد بن محمد بن سلطان الغفيلي، القادمه شوق عتيق بن مطر بن حسن القبيسي على المركز الرابع، المركز الخامس الغزيل، هنا مبارك بن مسلم بن مساعد المنصوري من تنطلق على المركز الخامس، والمركز السادس بهجة غدير بن مصبح بن بطي لقتبي، ومن الجانب الآخر المتسللة في هذه اللحظات عينها على المراكز الأولى تأتينا هنا ضبة محمد بن صالح بن مقرن العامري، من تأتينا بهذه الانطلاقة تاسع مراكزنا، الوصول هنا من قبل الفقع أحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري منطلقة بتحدياتها، وصل الشعار الأولمبي مع أرجوان صالح بن حمد بن شليويح العامري. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام لمراكزنا الأولى المنطلقة. هنا محبوبة أيضا محمد بن نقد بن راشد الهاشمي تنضم إلى هذا الانطلاق وهذا التحدي الجميل. نعود مشاهدينا الكرام الى ظبا، من غيرت على الصدارة ظبا محمد بن صالح بن مقرن العامري، من انطلقت على الصدارة على المقدمة الشاهينية احمد بن سعيد بن مكتوم لنيبي على المركز الثاني، المركز الثالث الغزيل مبارك بن مسلم بن مساعد المنصوري، هو القادمة محبوبة احمد بن نكد بن راشد الهاشمي يقدم لنا محبوبة الفقع احمد بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري، تاتينا خامسا المركز السادس شوق عتيق بن مطر بن حسن القبيسي، هو الشعار الاولمبي القادم مع ارجوان صالح بن حمد بن شليويح العامري، المنطلقه بهذه الانطلاقه وبهذا الاداء الثامنا تاتينا بهجه غدير بن مصبح بن مطي لقتبي، وتاسعا تاتينا هنا الجذابه سيف بن عبد الله بن مطر الخاصوني لقتبي، وعاشر مراكزنا تاتي عجايب صقر بن حمد بن سليم العويسي. هذه هي النتيجه، نعود مشاهدينا الكرام الى الصدور الى ظبا محمد بن صالح بن مقرن العامري، وارجوان ارجوان المنطلقه لصالح بن حمد بن شليويح العامري، من تنطلق بهذا الاداء الجميل والتحدي. من الجانب الاخر محبوبه احمد بن نكد بن راشد الهاشمي القادمه على المركز الثاني مع الكيلو متر الاخير، القادمه هنا بالصوب قادم ايضا هنا بهذه الانطلاقه او هنا جذابه لسيف بن عبد الله بن مطر الخاصوني، والقادمه ايضا بهذا الانطلاق هنا وصايف بانطلاقه احمد بن محمد بن حمد لنيبي. الله الله التحديات وشعار بالدبيله. من الجانب الاخر القادمه بهذا الانطلاق وبهذا الاداء الجميل، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا ظبا محمد بن صالح بن مقرن العامري، المنطلقة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، وصايف في المركز الثاني هنا أحمد بن محمد بن حمد الليلابي، والقادمة الله، محنة 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 من غير
كرت من الجانب الاخر، محنه لسعيد بن عبد الله بن عبيد بن دبيله الفلوسي. سلام الخوانيق، سلام 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 للخوانيق على هذا الاداء المميز الجميل وهذه الانطلاقه الجميله هنا، وانطلاقه محنه على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول. تهانينا لسعيد بن عبد الله بن عبيد بن دبيله الفلاسي على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة الوصول لخط النهاية. المركز الثاني أتتنا هنا العببور عبد الله بن أحمد بن عبيد بن خليفة الساحرة. المركز الثالث أتتنا الجذابة لسيف بن عبد الله بطل خاصون الكبي. المركز الرابع وصايف أحمد بن محمد بن حمد لنبي. وعلى المركز الخامس أتتنا مشاهدينا الكرام هنا كأرجوان لصالح بن حمد بن شلويح العامري. ونعود إلى محنة، نعود إلى محنة وانطلاقتها وتحدياتها الجميلة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هنا 5 دقائق 57 ثانية، 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس هنا بهذا الانطلاق لسعيد بن عبد الله بن عبيد بن دبيلة. تهانينا وناموس، تهانينا كذلك لأبو عبد الله على هذا الأداء الجميل. بينما المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام بانطلاقة وتحديات العبور عبد الله بن أحمد بن عبيد بن خليفة الساحر لجتبي. هنا سجلت توقيت زمني وفاجأتنا ب5 دقائق هنا أيضا و56 ثانية وجزء واحد من الثانية بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. بينما المركز الثالث تتنا مشاهدينا الكرام بانطلاقة وتحديات هناك جذابة للسيف بن عبد الله بن مطر بخال الخصواني لقتبي بتوقيت زمن 6 دقائق ثانية واحدة والوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس. بسم الله.